جيت يا منا توجه صوب هالقلب المعنى هنا بلقيس حيث المجد يبنى واسم القردع للعز معنا هنا مارب هنا هنا مارب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الكرام أينما كنتم أهلا وسهلا بكم في مستهل حلقة جديدة من برنامجكم هنا مأرب. ومن هذه الأجواء الرائعة البديعة نبدأ أولى فقرات حلقتنا، كنوا معنا. هنا التنمية، هنا المشاريع، هنا المساعدة والمساندة الأخوية من جيراننا المملكة العربية السعودية التي ليس غريبا عليها دعم اليمن واليمنيين من قديم الزمان. في مأرب مكتب للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدم العديد من المشاريع. سؤالنا يقول اذكر لنا أبرز 3 مشاريع قام بإنشائها مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن. مرحبا بكم في هذه الفقرة، نبحث عن إجابة لسؤالنا. أول شيء نتعرف عليكم، كيف أنتم؟ بخير الحمد لله، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. كيف مأرب معكم؟ طيب سؤالنا هو عن أبرز المشاريع في مأرب، لكن ما قلت شو السؤال هذا، ندردش معكم شوية. المخرج بيقول بدكم الفقرة بسرعة. ايش؟ النفط. ايوه. وايش؟ الخطوط. سد مأرب يصلحوا البيارات هذه اللي دمرت الناس وأمرضت الناس. هذه الرسالة فعلا الحوالة الصرف. احنا بنقول أبرز المشاريع بتدوذ الحين المطالب الحوالب، يقول لكم البيارة ضروري يصلحون إن شاء الله وقدمين في طريقها، بس عادوا مختلفين على المكان الذي يقع فيها الحوض حق المجاري، ولا قد الأمور طيبة بإذن الله. طيب سؤالي يقول في هنا مكتب للبرنامج العمارة السعودي صح في مأرب، من يذكر لنا أبرز مشاريع المكتب؟ مستشفى الميداني السعودي. أين هو؟ اللي في خط مجمل خير. ايوه. وايش؟ جامعة اللي بسلامة. ايوه ومستشفى الملك سلمان. هذاك مستشفى الملك سلمان، هذاك حق العيون. ايوه تبع الحين معانا 2-1. ها وايش باقي؟ يعني ايوه مثل ما حق سقي الاشجار. لا ايوه هم شاركوا في الدولة، هم مجموعة وايتات، لكن ابرز المشاريع شوف معانا حق جامعة اقليم سبا صح، مستشفى الميدان السعودي. ايوه لا صلى الله عليه وسلم. الله نحن نسينا اتصلت عليكم. انتم الاثنين قد شاركتم، باقي معانا 2 مشاريع بارزات. طريق العبر صح قول طريق العبر، وهذا اهم مشروع يشكروا عليه. العبر هذا كان يسمى خط الموت، والآن الحمد لله قد تم إنجاز كثير منه. طيب باقي واحد. طريق العبر. أيوة. والجمع. باقي الغاز حق السيارة 24,000 دبة. أي شيء؟ أنا بقول لك المكتبة العمارة السعودية، مشاريع مكتبة العمارة مش بشكل عام. طريق العبر وطريق وجامعة إقليم سبا. أيوة. والمستشفى هذا اللي أيوة. الميداني. أيوة. اللهم صل على رسول الله. الحين معانا 3 ولا ايه؟ زيد الدورة الأخيرة هذا. أجي أقرب لكم جانب التعليم، إيش فعلوا؟ تقريبا في المجال حق التعليم في المدارس الأهلية. مدرسة إيش؟ مدرسة الميثاق. لا. المدرسة هاي ولا مدرسة الروضة؟ مدرسة في الروضة اسمها. إيش؟ مدرسة المبرزين. مع الموهوبين. الموهوبين. تقول والله نقدم خير يا مخرج. كما يقع بالجائزة. أربعة جاوبوا. إذن أبرز المشاريع على ما قالوا خط العبر هو أبرز مشروع في مدرسة الموهوبين، وهذا دليل على أن مأرب تحتضن الموهوبين، بينما الحوثيين يشلون الموهوبين ويشلون الجبهات. في أيضا جامعة إقليم سبا اللي هي القاعات والحافلة. في معانا أيضا المشروع الآخر اللي قال المستشفى الميداني السعودي اليمني. الإجابة سليمة، 50,000 ريال سدوا بينكم وتقاسموها.
مرحبا بكم في فقرة شغل عقلك لهذه الحلقة. اللغز هنا يقول: ساكن وآكل وشارب كل شيء مجان، ما حد يقول لي حاسب قرشي أو ملي، لكن تشوفه مضايق مكتئب طفشان، كاره لهذا الضيافة، ما السبب قل لي. نشوف من يجيب على هذا اللغز ويشغل عقله. بسم الله. مرحبا بكم في فقرة شغل عقلك. نشوف الشباب المناضلين والمزارعين هنا في هذه المزارع الرائعة، كيف حالك؟ الله يعافيك. كيف حالك؟ ويا عوين عين الجميع. طيب انا معي فقرة شغل عقلك، هذا الغاز. ها يلا جاهز شغل عقلك؟ على الله. شغل يلا. ركزوا معي، ركزوا معي. اللغز يقول: ساكن واكل وشارب كل شيء مجان، ما حد يقول لي يحاسب قرشي او ملي، لكن تشوفه مضايق مكتئب طفشه، كاره لهذا الضيافه، ما السبب قل لي. يعني من هو؟ اللهم اذهنا طويله. طالب السجين. السجين. ها؟ السجين. كيف؟ محبوس اكل وشارب وما ارتاح، محبوس بس انه ده اجابه صح صح صح. انه ولا حد غازي. الله ما واحد. والله انك شغلت عقلك. اين انت بتمكننا من اول؟ اين انت بتمكننا من اول؟ اديت لنا هذا السؤال ما كان هيش فاهم اللي يعوو. هذا من اول ولا بنصور وهو بيقول اتحداك. ها ماكو شيء قد اتحدى. ما قدرنا نتحدى. مكنتنا شو مال انوف. قلت انا يا اخي حاب جيب قدرنا. شوف الان ايش اسمك؟ حسين العوش. حسين العوش، والله ما شاء الله عليك. فاجأنا البطل هذا اللي هو اسمك حسين فايز العوش. حسين فايز، قلت اسمه حسين فايز، اكيد فايز بالجوائز. حسين فايز، يلا اشرح لي اللغز وفصفصه، يعني فكفكه. ساكن واكل وشارب كل شيء مجان، يعني سجنه واكله وشربه مجان، بس مضايق. يقول لي حاسب قرش او ملي. ايوه لكن تشوفه مضايق. مش مرتاح، مش مرتاح، لا يخرج ولا ي... كاري لهذا الضيافة، ما السبب؟ قل لي ايش سبب السجن. السجن. السجين، اجابة سليمة وموفقة لابن العوش، لابن فايز. فاز بالجوائز 50,000 ريال، مبروك عليك عويد. مرحبا بكم في فقرة رموز في مأرب. اليوم سيكون لدينا رمزان من رموز الحرية والدفاع عن الثورة والجمهورية، قائدان جمهوريان من الطراز الأول، من أوائل من وقفوا ضد العدوان الحوثي على مأرب. اثنين أسود مأربية، واحد من جهم، واحد من عبيدة، استشهدوا في وقت واحد وفي مكان واحد، بالتحديد في صرواح، بالضبط في يوم 17/2016 قبل استشهاد اللواء عبد الرب الشتادي بساعات. فمن هم؟ نسأل ونشوف من يجيبنا عن هذان الرمزان المقاومان والشهيدان رحمهم الله. نسأل ومن بيجيب نرضيه جائزتنا. مرحبا بكم في فقرة رموز في مأرب. نسأل الشباب كيف حالكم؟ كيف حالك؟ لو أسألكم عن أهم الرموز، طبعاً في مأرب هم شهداءنا، عظماءنا، قادتنا، أبرز الرموز في مأرب منهم؟ عبد الرب الشدادي. الشهيد عبد الرب الشدادي، صحيح. غني شعلان. ها؟ الشهيد ناصر الذيباني. عبد محمد عبد الرب. ها؟ القردعي. القردعي رحمه الله. القردعي. أبو ناصر. أبو ناصر. من أبو ناصر؟ نوفل الحوري. طيب اليوم سؤالنا، سؤالنا عن اثنين أسود مأربية استشهدوا قبل استشهاد عبد الرب الشدادي بساعات، من هم؟ مبارك من قريربي. أها. و أها. بن مهتم. مش بن مهتم. اللهم صل على رسول الله. كلام كلام كلام، جاوبت الآن، نص الإجابة مضمونة الآن. نص من مارب من ال... أيوة اسمه. اللهم صل على رسول الله. الشواي مقدس. الشواي. الشواي. لا لا لا، طول 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 طول. أيوة أيوة. مضغوط الشواي العرادة. الله أكبر. إذا الإجابة إجابة سليمة، صحيح. الله أكبر، صحيح. مسرع المخرج يقول مسرع جاوبوا. إنا كيف تشيل سأل في مارب عن رموز في مارب يا مخرج؟ احنا في خندق واحد كلنا. والمخرج قال ما بالله يكون طول الإجابة يا أخي، ما فعل لك أنا هان الناس كلهم
يحبوا رموزهم الله اكبر ومتعلقين بقادتهم قادتهم ولذلك كلهم مش قادتنا اصحاب شهداء مارب اي كلهم شهداء اليمن كلهم شهداء نفتخر بهم اي والله والله العظيم وضحوا دون ارضهم وعرضهم رحمهم الله رحمهم الله طيب اسمعوا انتم قد جاوبتم يلا الاخ جاوب الشذر الاول وانت جاوبت الشذر الثاني لكن لو تقول لي بالضبط اي حين استشهدوا هذا طبعا من باب ولا ما الاجابه قد شليتوها بس استشهدوا قبل ان يستشهد الشدادي بيوم لا نفس لا لا بساعات بساعات صح صح بساعات اسمعوا واحد شوفوا الشيخ اذا اسمعوا الشيخ خالد بوقري الظهر الظهر والشيخ مبخوت العصر العصر رب الشدادي المغرب بالضبط صحيح رحمه الله عليهم جميعا ورحم الله شهداءنا وان شاء الله لن تخيب دماءهم لن يخيب الله دماءهم وبينصرنا الله شائرون اذا مشاهدي الكرام جائزه هذه الفقره السؤال كان من هما الشهيدين اللي استشهدوا قبل استشهاد الشهيد عبد الرب الشدادي بساعات الاجابه الموفقه كانت من الاخ اسمك محمد صبر محمد صبر ومازن الصبر على طول ده الاجابه وهي الاول جاوبت عليه من هو خالد بقري خالد بقري الجهمي رحمه الله عليه ومن ثم الرمز الثاني الشهيد مبخوت العراده اجاب علينا الاخ علي حسين دربال الحداد علي الحداد ونعم ونعم بكم يا ابناء مارب 50,000 ريال بالتساوي مبروك عليكم الجائزه جمعهما شغف النضال وشرف الشهاده معا فتعانقت روحهما في اخر لحظه من عمريهما كما اتسقت خطواتهما في دروب الحياه فما كان القائدان مبخوت العرادة وخالد مقري إلا بطلين أنموذجين في متلازمة الوجود والشهادة كلاهما قائدان مقدامان من رموز الصف الأول في معركة الدفاع عن شرف الجمهورية ولهما في جبهات مأرب وحرب التحرير في العام 2015 قدم السبق ولواء السبق في دحر الأعادي الحوثيين والتنكيل بفلولهم الهاربة من كل الجبهات ولم يكن السابع من أكتوبر 2016 ميلادية يوما عاديا في تاريخ اليمن إذ فيه ارتقت روح الشهيدين العرادة والجهمي في لحظة صرواحية واحدة ثم بعد ساعات فقط عانقتهما روح القائد الفذ عبد الرب الشدادي في سدرة الأعالي تعاهد ثلاثتهم على أن لا يعود منهم أحد من صرواح إلا محمولا على أكتاف النصر أو نعش الشهادة وهناك في الجبال العالية التليدة نحتوا بدمائهم المعطاءة نقش النصر الثاني ليمني ما بعد الميلاد تعرفهم جيدا كل ذرة تراب سبائية وحبة رمل مأربية كل حصاة في الوادي وكل صخرة من جبل مغاوير الحرب وصناديد الجمهورية المفتدون هذه الأرض الطيبة بأرواحهم النبيلة من الجفينة إلى الفاو إلى السد إلى كوفل إلى صرواح إلى الأبد أقسم الشدادي أن لا يسبقه إلى صرواح أحد وآلى خالد مقري على نفسه أن لا ينبس بكلمة إلا بعد دخول الجبل وعهد مبخوت العرادة أن لا يترجل من صهوة الجبل إلا بإكليل النصر أو نيشان الشهادة وجميعهم أوفى العهد وأبر القسم بشقيه في نقش النصر والشهادة معا على حجر المجد ومسند الخلود مرحبا بكم في فقرة وصال باتصال تعرف على أخينا الدكتور طه المسلمي حياك الله دكتور كيف حالك كيف حالك الله يحفظك طيب الفقرة فكرتها كلمناك عنها
ايوه يعني كم لك في مأرب؟ لي من 2015. ايوه طول هذه السنين اكيد لك او معك ناس عزيزين عليك كانوا وانقطعت عنهم لسبب ما، حصل ظرف زعلت وانقطعت وهكذا فلتها من الاتصال. هدف فقرتنا هذا انك تتصله، تختار واحد وتتصله، بس بالشرط وهذه الامانه انه اول مره يسمع صوتك طول هذه السنين. من؟ ايوه اخي. اخوك؟ يوهو ما هذا عادي، كيف واحد يبقى من اخوه هذه السنين كلها؟ طيب يلا تصله، تقول علي جاوب ندري شوف ان شاء الله يجاوب. يلا يا الله تكون سبب في التواصل بينك وبينه. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. كيف حالك يا سلطان؟ ها كيف حالك؟ حياك المهم. والله يعني ايش طلب منك المسامحه؟ معك طه، معك طه. حيا 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 فيك. كيف حالك؟ ايه كيف حالك؟ احمد الله مشكور سلامة الغيبه. الله يسلمك، اخبارك وينك؟ اين انت يا دكتور طه؟ وينك مغيب علينا بالله عليك، يعني 4 سنين مغيب. والله يعني ايش اقول لك، يعني الظروف كذا ولا ذا ولا اشياء والوضع قدك داري ما يسمحش. لا والله يا اخي والله يا اخي انا اسف، انا اسف يعني سامحني كثير امانة والله العظيم ان انا مقصر معك. والله تمام الحمد لله، الحمد لله انا بخير، اذا انت بخير ان شاء الله. وحشتنا قوي قوي قوي. والله تسلم، انا افدالك. تسلم يا عجل الله فرج ذلتك. الله يحفظك، الله يخليك، الله يفتحك ان شاء الله. ان شاء الله نلتقي مع الايام ان شاء الله. اصبر ان شاء الله، لما يصبر الوضع ان شاء الله امور طيبه بتكون ان شاء الله. لما يصبر الوضع والله سلم على ابي وامي. يوصل يوصلهم سلموا عليهم. يلا 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 بقى اتواصل بك ان شاء الله. هذا رقمي. يلا مع السلامه. اي خدمات؟ سلامتك الف سلامه. يلا تحياتي. يا سلام، تحيه تحيه امانه. اشكرك شكرا جزيلا، واشكر اخوك هذا، ومره ثانيه ما يمكن يشوف انقطاع ان شاء الله. ارتحت الان؟ اكيد الحمد لله. شكرا لك. اسمك من؟ طه المسلمي. طه المسلمي، اذا كان في فقره اتصال باتصال، جزاه الله خير، اتصل اخوه اللي قطع منا هذه الفتره. في معنا شركه القاسمي، وكاله القاسمي اهدتك جوال بمناسبه هذه الفقره، وانت كمل تتصل بالباقيين ان شاء الله. وشكرا لكم على هذا البرنامج. شكرا شكرا لك. يلا في امان الله. مرحبا بكم مشاهدي الكرام في فقرة مواهب في مأرب. ضيف حلقتنا لهذا اليوم الأستاذ القدير الفنان عبد الله البروي. أهلا وسهلا بك. حيا بك، شرفتنا ونورت برنامجنا. الله يبقيك ويعافيك. حسن ما بعرس سيرة إلا ونسمع الموالة حقك والنشيد الصنعاني الذي يعني يشد انتباهنا. الله، فلذلك قلنا أنجي عبد الله البروي يكون من ضمن مواهبنا. الله المستعان. حيا بك يا أستاذ. الله حيا. طبعا ما اعرفك من زمان، درسنا مع بعض زمان، الله من 20 سنة. الله الله. لكن الشيء اللي عرف المشاهدين عنك عبد الله احمد البروي بني مضر محافظة صنعاء بكرية لدان. ايه؟ الحالة الاجتماعية متزوج. موهبة الابداع هذا والنشيد متى بدأت معك؟ بدأت اظن في صف ثاني ابتدائي. الله الله. ما هو السبب؟ كيف يعني تأثرت بحد من أقاربك ولا من نفسك؟ لا والله ما بعد حد.
ما أحد بس كان صوتي جميل جدا. أيوه أيوه أنا صغير، فكان الإذاعة المدرسية كانت علي، فكنت أدرس في قرية خارج في معاهد العلمية خارج القرية حقنا، فكانت قلت لك الإذاعة المدرسية علي، فكان معنا أساتذة سودانيين ومصريين وعراقي، إذا كنت تأخرت من الطابور قدم يعرفوا يعني يرسل ما يلقوش صوتك يعرف. وبعد حتى احنا في أرحب حين درسنا مع بعض في 2001 كان دائما شارك في كل سمر. قلت لك من صغري وفي نفس الوقت يعني شوق وشغف فيني للإنشاء بشكل كبير. طيب وبعدين لما كملت الثانوية متى بدأت تشارك يعني في أعراس في مهرجانات؟ الأعراس أول عرس زفيت فيه تقريبا في 98. الله 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 في 98 ما أنت كم عمرك؟ كنت في صف ثاني إعدادي. ايوه الحين احنا كل واحد بيدينا قصته كذا. انا الوقت ربع ساعه ايش اسمع طلب بروي اصلا، بس قبل ما نسمعك دخلوا الحوثيين، انت كنت في صنعاء؟ نعم كنت يوم ما دخلوا كنت معرس فينا. ايوه وبعدين انا كنت موظف وظيفه عسكريه. نعم. ففي جوال الجماعه هذا بيسالوا من هو المدير هنا، قالوا فلان، وين فلان؟ قالوا ما بحد سافر المدير. من هو النائب؟ على أساس يشتويش الوثائق وكذا من حيث ما كنت في العمل. فقالوا عبد الله البروي. اتصلت لي الوالدة قالت يا ابني قد الجماعة هنا في الباب. ما خيرة الله، أنا كنت معرس فينا. قلت يا والدتي قولي لهم الخبر معرس فينا. فالخبرة كانوا منتظرين لي فلحة هارش. وأنا عضفت من الفرضة جاي كذا ومارب. وكان يشتوي يسقبوك لأنك منشد أو لأنك كان وظيفتك العسكرية؟ هو في نفس الوقت منشد وفي نفس الوقت علشان الوظيفة لأنه كنا نغير، كان حتى العرس الذي كان فيه كان بينه مشرف. أيوه أيوه فكنت أجيب أناشيد مش على هواهم. أيوه أيوه أسكى صلاة الله تخشى الرسول ثم الوصي. أيوه أيوه ما بش هؤلاء. أيوه وهم خلاص قالوا هيا عن فري لك. طيب جيت مارب، كيف وجدت مارب؟ مارب الروح الله اقسم بالله. اتخيل اخرج اذا خرجت عرس خارج مارب اقسم بالله ان انا اوصل اشوف مارب كاني هي رجعت الى نفسي روح، اقسم بالله احس بشعور ما حسيته قبلها. الله كنت اخرج في صنعاء مثلا خارج صنعاء الحديده دمار كذا، بس ما حسيت بالشعور هذا الا لما ادخل الى مارب. لو ما تصير اي بقعه وتجي ترجع لمارب. اي والله ونعم بمارب وأهلها وجدنا فيها الحرية دولة. طيب نشي الآن يلا نسمعك بعد الحين الوقت الحين أنت فرز أبرز الأعمال هكذا، سمعنا موال، سمعنا نشوف، سمعنا حاجة وطنية، يلا عندك ركفن وأنا استمع أنا والمشاهدين أسمع. بسم الله. عيني لغير جمالكم لا تنظروا الله وسواكم في خاطري لا يصبروا صبرت قلبي عنكم فأجابني لا لا صبر لي لا أصبر لا صبر لي حتى يراكم ناظري لا صبر لي حتى يراكم ناظري وعلى محبتكم أموت وأحشر. هذا طبعا من الموال الذي كنا لددها زمان يعني. ما شاء الله صوت جميل ورائع. طيب وهذا حاجة نحن نوقفك الله نسأل. هذه كلها يعني نشيد بشكل عام، لو شيء مثلا انفعلت عن مارب. ايوه سمع. شاركت في ملتقى الفنانين والادباء ابريت شرعيتي قوتي على خط الاحرار وجمهوري جمهوري عن 26 سبتمبر وايضا عن 14 اكتوبر. اختر واحد مننا الذين تحفظ تحضر الابيات حقها. جمهوري جمهوري أنا جندي جمهوري
أحمي كل بلادي وامحي الليل بنوري جمهوري جمهوري أحمي الجمهورية والأرض المدنية جمهوري جمهوري أحمي الجمهورية والأرض المدنية جمهوري جمهوري أحمي الجمهورية والأرض المدنية جمهوري جمهوري. ما شاء الله عليك. يعني بسبب دحين مش أنت مستحضر للكلمات أيه. ولا كان الشيك تواصل خلاص اختر لنا أنت الذين حافظ لهن وصلت وسمعنا. يقرب الله لي بالعافية والسلامة وصل الحبيب الأغان ذاك الحبيب الذي حاز الحلا والوسامة وكل معنى حسان ونسأل الله تعالى عودنا من تهامة لسف صنع اليمن ما مثلي صنع اليمن كلا ولا أهلها ما ربحا وتكون فان يا سعدي من حلها تروي جميع الشجن ثلاث في صفحها الماء وخضرات رباها الفايقة بالوسامة وكل واجه حسن كم يضحك الزهر فيها من دموع الغمامة فيا سقاها وطان. لك الشيء تكمل ما شاء الله روعه روعه هذا الوصل ما شاء الله عليك. الله الله اثرت الشجن اي الله على ما وعلى صنعاء التي اشتقنا لها كثير لكن وسنعود وسنعود سنعود ان شاء الله منتصرين ان شاء الله ان شاء الله ما ما انا ما ما معنيش مقتنع لا تكمل زيد زيد الله يديمها صوت لي في ربا حجر لي في ربا حجر غزيل غيال سجرنا 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 يا للالا يا للالا سجرنا يا للالا يا لا هيا إليه نهدى على قدها نهدى على قلبي قال لدني قال إذا انثنى إذا انثنى إذا انثنى يا للالا يا لالالا إذا انثنى يا للالا يا لا لا هيا إليه ما شاء الله ما شاء الله حفظك رب ما شاء الله رائع يا عبد الله الله يسعدك ما شاء الله عليك صح كان صوتك بعدك صغير هكذا بعد الحين يقعد يمل والله الله يسعدك في هال في شجن في شحبة ما يزكى الله بها
تميزت يا عبد الله بتقليد الفنان المرحوم محمد الله على هذا الأجوال ويدي لنا هكذا وصلات حرفية. أشرف عليك القمر من طاقة القصر المشيد أغني في لحظات حوار عذب العذب لا محال البديد لا يا لا 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 لا يا سلام من يثم بيجي لك عريس اللي بدأ النسب العرس النسبنا اليوم الله يفعل وأنستنا جميعا والمشاهدين شكرا ألف شكر لك طبعا المخرج نور بيعشر وأنا جالس بين أمضغ النغمات حقك قبل أن نختم ونودعك في هناك هدية رمزية من قناة سهيل كأقل واجب تجاهكم تفضل وهذا درع الفن أستاذ الفن والنشيد عبد الله البروي الله يسعدك يا أستاذ أتمنى لك التوفيق في حياتك الفنية والعملية وأنت دائماً دائماً مبرز المواهب أشكر قناة سهيل أشكر الأستاذ محمد أشكر مدير القناة وجميع العاملين والطاقم لما فعلوه للوطن وللوطن حفظك الله ونحن بدورنا نشكرك شكرا جزيلا على استجابتك لدعوتنا في هذا البرنامج وأشكركم أيضا مشاهدي الكرام على حسن متابعتكم وصلنا ختام هذه الحلقة ألقاكم على خير إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامجكم هنا مأرب حتى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوبها القلب المعنى هنا بلقيس حيث المجد يبنى واسم القردع للعز معنا هنا مارب هنا هنا مارب هنا مارب أمان الله لقينا وحرية ودولة تحتوينا بنور العلم نهضتنا بنينا سرعنا الحب والألفة جاننا هنا مارب جيشك وامنك يا وطننا هنا رايه يمانيه رافعنا هنا الجمهوريه فيها اجتمعنا